يتخذ حزب الإصلاح ومرتزقة العدو السعودي دور تحفيظ القرآن الكريم أوكارا للجماعات الإرهابية وقواعد لهم لتنفيذ العمليات الإجرامية، وفي مديرية دمت كان لنا مثال جلي على ذلك. في مدينة دمت بمحافظة الضالع، وبعد تطهيرها من مرتزقة العدوان السعودي، دخلنا أحد دور القرآن التابع لحزب الإصلاح في المديرية، وهنا كانت المفاجأة الصادمة. هذا هو دار القرآن، ونحن وهو كان تابع للفرقة على أولام درة. هذا الصناديق انسان بقى محمد. هذه قاعدة. هذا ما يسمى دار القرآن. جواعد هنا. صفايح صفايح هذه. هذول الكتب وال. هذول. استبدلوا بدل المصاحف. صفايح. صفايح. كيف تحول هذا المكان المقدس إلى وكر للقتلة والجماعات المتطرفة بعد أن كان معهدا لتعليم كتاب الله والعلوم الشرعية بحسب حديث الأهالي الذين أكدوا بأن هذه الدار كانت تابعة لحزب الإصلاح الذي اتخذته عناصره الإجرامية قاعدة للهجمات الإرهابية وقتل الأبرياء وإقلاق السكينة العامة؟ ما تلاحظون يعني هذا هو ما كان يسمى دار القرآن سابقا، كان يتبع الإصلاح ومرتزقته الدواعش الذين يتبعون آل سعود وآل يهود. تلاحظون هنا الصفائح وبعض القواعد والبيع شرة الذي حصلنا عليها، ومن الصفائح الذي 23 وال 12 بالكمية استبدلوا يعني كتاب الله عز وجل، بدل حولوا من هذا المعهد ومن هذا الدار الذي كنا يعني ندرس فيه قرآن كريم إلى معسكر وكتلة عسكرية للمرتزقة وأعداء الله واليهود. ما يسمى كان في عهد الدواعش دار قرآن، ولم نوجد فيه حتى مصحف، لقينا فيه بيع 20 بيع 10 كل جميع الأسلحة، طلع كلامهم العلوان غير والفعل غير. هكذا يستخدمون هذه المراكز الدينية والمساجد ومنازل لهم أوكارا للقتلة والمجرمين وأخرى مدارس لتصدير ثقافة الذبح والقتل والاغتيالات وتنفيذ أجندة أسيادهم من العدو السعودي وأزلامه في الخارج. وهكذا أيضا يقف لهم أبطال الجيش واللجان الشعبية بالمرصاد ليقعوا في شرار أعمالهم الإجرامية.